ظروف الحياة اللي احنا عايشينها وعشان الأسرة تعيش في مستوى كويس، الزوج بيكون دايما في انشغال، ممكن يكون شبه دائم برا البيت. في أزواج طبيعة شغلهم بتخليهم على طول برا، وفي أزواج بتضطر تشتغل أكتر من شغلانة عشان تقدر توفر دخل مناسب للأسرة. في وسط ده بقى طبعا ودوامة الحياة، الزوجة بتعاني كتير جدا من حالة الوحدة والاحتياج العاطفي علشان انشغال الزوج بشكل دائم عنها وعن البيت. يا ترى الزوجة ممكن تتصرف ازاي وتعمل ايه عشان تتغلب على الشعور بالوحدة او الاحتياج العاطفي او الاهمال او ان هي متحملة المسؤولية لوحدها؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا دكتور احمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا بك. اهلا وسهلا. موضوع النهاردة بيعاني منه بيوت كتير جدا، الزوجة تعمل ايه؟ طيب خليني ارجع لورا شويه كده عشان اتكلم في بعض الاسباب وبعدين هقول سريعا كلام للزوج ونكتر كلامنا للزوجه، وبعد كده ممكن نتكلم بالتفصيل بقى ازاي الانسان يقدر يخلي حياته سلسه من غير ما يحتاج يقعد فتره طويله جدا يشتغل في الحياه. احنا في عالمنا العربي الواحد ملاحظ ان الانثى دايما بيتم تربيتها على ان هي عشان شخص، فبالتالي بتبدأ رسمة كل حياتها وكل أفكارها إن أنا منتمية لشخص معين. إحنا بنقول دايما نفسية الزوجة أو نفسية الأنثى أصلا مختلفة عن نفسية الذكر، فالأنثى عندها الانتماء عالي جدا، فلو هي وظفت الانتماء ده لشخصية بتلاقيها قبل ما تتجوز عايشة في أحلام وردية إنها هتحب وهتتحب ومنتظرة إن حد يجي يحبها وينقذها، يبقى داخل بقى بالفارس الأبيض الجميل عشان ينقذها من اللي هي فيه. حلو كده؟ هتبدأ تتفرج على بعض المسلسلات أو الأفلام أو الحاجات الرومانسية وتقعد تحلم بقى، وعارفة حلو بيقعدوا يكتبوها دايما كده على الفيسبوك، كويس؟ وبالتالي يقعدوا مبرمجين نفسهم فترة الأحلام في الفترة دي، وكأن هي ملهاش أي وظيفة في الأرض ولا رسالة في الدنيا إلا إنها تكون بتحب وتتحب. حلو كده؟ يوم اللي يحصل بيرتفع سقف التوقعات جدا. حلو كده؟ بالمناسبة دايما بقول للناس إن حالتك النفسية وطاقتك بتشد لك نوعيات من نفس الدرجة اللي انت فيها. حلو كده؟ يبقى انا هوجه كلامي اللي لسه ما جوزوش دلوقتي، انك لو انت عايشة في حالة احتياج اذا طاقة نفسك وطاقة جسمك احتياج، اذا اكتر شخص هيخليك محتاجة هو اللي انت هتحبيه وتتعلقي بيه. ادي اول حاجة. حلو كده؟ يبقى انا طول ما انا عايش في حالة احتياج، يمكن عارفة دعاء المقولة اللي بتقول الدنيا ما بتديش محتاج؟ ايوه فعلا، لازم الناس تبقى عارفه كده. طول ما انا حاسس اني محتاج، اعرف ان الحاجه اللي انت محتاجها دي مش هتدوقها وهتفضل تجري وراها ومش هتلاقيها برضو. يعني بعض الناس حاسس ان هو محتاج يبقى سعيد، فبيفكر ان الفلوس هتخليني سعيد، فيفضل طول حياته يحارب ويجري ويجري ويجري، وبعد كده يجيله فلوس وتلاقيه تعيس برضو ومش عارف يكون سعيد، لان هو في حاله احتياج. حاله الاحتياج من ناحيه النفسيه معناها انا اقر اني ناقص، وبالتالي طاقتي فيها نقصان، اذا هفضل اشد لحياتي حاله النقصان دائما. لو خدناها من ناحيه دينيه، حاله الاحتياج معناها انا اشرك بدل ربنا، المفروض ان انا سعيد بالله مستمتع بالله، لا انا اشركت حاجه تانية مع الله وهي اللي معلق عليها سعادتي ومعلق عليها راحتي، فهفضل اجري وهي تجري مني طول حياتي. حلو كده؟ يبقى اي حاجه ايا كانت. المتعلق، يمكن بقولها دايما كده، الناس دايما بتتعلق بالماديات من اجل الحصول على المشاعر وعلى الاحساس. حلو كده؟ ازاي؟ يعني انا النهارده لو عايز، لو سالت حد بيقول لي انا نفسي يبقى عندي اولاد، لو مشيت وراه طب ليه؟ عشان ابقى سعيد ومرتاح ومبسوط. فتلاقي في الغالب في الاخر مشاعر. طيب انا عاوز ابقى غني ليه؟ عشان اجيب اللي انا عايزه كله. ليه؟ عشان ابقى سعيد ومرتاح ومبسوط. انا عاوز انجح واثبت نفسي. ليه؟ عشان شركتي تكبر. ليه؟ عشان ابقى سعيد ومبسوط. يعني في الاخر لازم الاجابه النهائيه الناس في الحياة مشاعر. ايوه، كل الناس في الحياه محصله اهدافهم الماديه هي مشاعر في الاخر. احنا بقى لو فضلنا عايشين في مشاعر احتياج، عمري ما هحقق ان مشاعري تبقى سعيده. حتى لو حصلت على الماديات. حلو كده؟ يبقى ده من الاول خالص، البدايه مشاعر الاحتياج،
وبيقابلها برضو ان الراجل كمان بيكون في حالة احتياج لواحدة تقدرني واحتياج لواحدة تشيل عني. هيقوم طول ما هو في احتياج هيتجوز واحدة عادله بقى انت فين وبتعمل ايه وما كلمتنيش ليه. ما هو ده كل انسان بياخد من نفس درجة اللي هو عايشه. يعني احنا بنقول دايما كده القانون اللي هو عمل قلق في العالم فترة كده 2003 و4 و5 اللي هو قانون الجذب، بيقول ان انت الحالة اللي انت عليها طول الوقت هتشد منها مزيد الى الابد لغاية ما تغيرها. وبالتالي تشوف انت عايش في ايه دلوقتي ومبارح واول مشاعرك ايه، اعرف انك هتشد الظروف من نفس الدرجة دي طول الوقت لغاية يعني ما تعمل يعني تغيير المشاعر. مثلا كده في البلدي بيقولوا ايه، اصل الحزن بيجيب حزن. ايوه يعني هي معناها كده. ايوه حتى في مقولة لسيدنا علي بيقول الناس في فقر الناس من خوف الفقر في فقر، من كتر هم خايفين وعايشين فقر وخايفين منه وعايشين مشاعره هيفضلوا في فقر على طول. معايا؟ وبالتالي عارفه اللي بنقولها دايما اللي بيخاف من عفريت بيطلع له. ايوه. او بنقولها جاور السعيد تسعد. ما لو جاورت السعيد هشوف السعاده فهبقى سعيد، فيوم انا حياتي تبقى سعيده انا كمان. فالناس اللي بتبقى عايشه في مشاعر احتياج، يعني حتى هقول حته سريعه كده، اللي عايش في مشاعر احتياج لو اتفرج على لقطه رومانسيه في التلفزيون يعيط، هيبص ويعيش احتياج اكتر. أوه. ويحس بالفقر اكتر. حلو كده. والانسان اللي عايش اشباع او عكس الاحتياج اللي هو حاله الغنى، ان انا مستغني معايا، وبالتالي لما ابص على مشهد رومانسي جميل هقول يا سلام الدنيا فيها حاجات حلوه اهي، انا قريب هبقى كده ان شاء الله وهبقى سعيد ومبسوط. وانا متاكد ان هيجي لي قريب، فانا المشهد بيزودني حاله الغنى والثقه واليقين، فبعيش الاطمئنان فهيجي لي كده دايما. حلو كده. طيب تعالى بقى ندخل لما اكون انسان ما انتبهش للموضوع ده وعاش الاحتياج ودخل الحياه الزوجيه، وبالتالي قوبل بان زوج مشغول طول الوقت بره عشان يخليهم يعيشوا حياه كويسه. وبالتالي الزوجه بقت طول الوقت قاعده فاضيه، فسقف توقعاتها بينهار فتبدا تتصدم. فبيحصل عندها حاله بنسميها شح النفس. معايا؟ شح النفس ده معناها ان انا زي ما قلنا في الاول من ناحيه الدينيه انا علقت سعادتي وعلقت راحتي وعلقت قيمتي بويت. في الاخر. يعني زوجي ما بيكلمنيش، ما بيقوليش بحبك، مش رومانسي معايا، يبقى انا ما عنديش قيمه. يبقى انا ماليش لازمه. فاصبحت بترى قيمتها من تعامل الطرف الاخر معاها، ودي اول مصيبه طبعا، مع ان انا قيمتي انا واخدها من الهي اصلا. مفيش شيء على وجه الارض ينزل قيمتي. او ممكن يكون زوجي النهارده مش عارف يكلمني عشان مشغول، مش عشان انا ماليش قيمه. فيبدا الافكار السلبيه اللي بتنهال ساعتها في دماغ الانثى ان انا ماليش قيمه، مش معبرني، وممكن بقى يدخل افكار تانية تلاقيه حد تاني شغله كلام الفاضي اللي ممكن يدخل بقى عشان يخرب البيت ده. حلو كده. طيب اول ما هبدا افكر كده بيحصل ايه في العقل بقى؟ احنا المفروض الانسان مكون من نفس وجسد وبيشحن روح طول الوقت. حلو كده. كل ما تقرب من ربنا وعمل صلاه، سواء كانت صلاه بالذكر والافكار، لان الصلاه نوعين، الصلاه المفروضه اللي هي 5 مرات في اليوم، والصلاه اللي هي حاله الصلاه بربنا طول الوقت، انا بفكر في ربنا واتذكره دائما. حلو كده. لما يكون الانسان في حاله صله بربنا اي حاجه بيعملها، عارفه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت. معايا؟ هبقى في حاله صله دايما، فانا بشحن، فانا حاسس بقيمتي. يقوم لما زوجي يعاملني كويس بيضيف لسعادتي سعاده. حلو كده. لما اكون انا معلقه سعادتي وقيمتي بقى على تعامل اخر الشخص الاخر ليا، بكون في حاله شح وعامله زي الاسفنجه اللي ضغطت، وهموت واسمع كلمه حلوه، هموت وياخدني في حضنه. يوم ايه اللي يحصل؟ بتحول، ويا ريت بقى الزوجات تركز معايا في الحته دي، بتحول الى انسانه شفطه للطاقه، ماصه للطاقه. لطاقه مين؟ الاخر بقى. يوم ايه اللي يحصل؟ يقوم زوجي لو بيحبني اول ما يجي ياخدني في حضنه، انا كده بسحب منه كميه طاقه رهيبه، هو فجاه بيحس انا في ايه، فيبعد. هو مرتاحش، هو بيحس ان الحضن ما عادش مريح. لان هو بيحس بعد كده ان طاقته بتتلخبط ومش فاهم في ايه. ميكانيزمات الدفاع اللي ربنا خالقها في عقلنا اللاواعي هتبدا تبرمجه ان هنا في حاجه غلط، هنا في فقدان للطاقه. يقوم يبدا يتنرفز ويتخنق من الحضن، هو مش فاهم ليه. انا بحبها بس مش طايقها، انا عايز ارجع البيت. بص بص اعمل اي حاجه دلوقتي لغايه ما ترجع، مش عارف البيت بقى خانقه. هو كلمه خانقه بالنسبه له دي مش مدرك ان في شفاط للطاقه قاعد. فاول ما يجي يسحب منه. حتى انتبهي كده، الامهات اللي بتبقى في الحاله دي وحتى الاباء كمان برضو
لما يكون في حاله فقدان للطاقه بسبب ضغط الشغل بيروح يحضن ابنه فيسحب منه طاقه، تلاقي الابن بيزقه عايز يبعد بيفلفص منه. لكن لو انا شاحن طاقه ومتوازن وخدت ابني بالحضن انا بشحنه وبيحصل تبادل، فتلاقيه بيحب حضني ومستكين كده وحاسس بالراحه والسعاده. فاللي بيحصل بقى حاله شح النفس دي بتخلي الزوجه في حاله انها بتسحب الطاقه بقوه، وبالتالي فجاه بتلاقي الزوج في حاله نفور دائما الموضوع ده. ويمكن هنا هقول حته قد تخالف بعض اللي احنا تعرفنا عليه دينيا شويه، ويمكن انا بنصح الناس في المواضيع الدينيه دايما اسمع من كذا راي. احنا اصبحنا فتره من الزمن اتباع الراي الواحد وهو ده الصح وغيري غلطان. جربوا اسمعوا اراء مختلفه. فبما ان الموضوع ده نفسي متعلق بالنفس وسيكولوجيه الرجل والمراه، فهقول حته هنا مختلفه شويه عن اللي سمعناه قبل كده. في ايه احنا عارفينها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ناس كتير يظنوا، وده رأي ويحترم، ان كلمة نشوزهن يعني عدم الطاعة. حلو كده؟ مع انهم بمنتهى البساطة كده ببديهية ما يعرفوش ان في آية تانية بتقول فإن خافت من بعلها نشوزا. برضه يعني في نشوز للمرأة وفي نشوز للرجل. ما هو عند ربنا الرجل والمرأة زي بعض، هي ليها حقوق كمان زي. انا هكملك بقى. يبقى المرأة ممكن تخاف من بعلها نشوزا، والزوج ممكن يخاف من زوجته نشوزا. طبعا. حلو كده؟ طبعا. اشمعنى بقى بعض الناس فسروا التفسير الذكوري ده ان في الآية بتاعت المرأة النشوز يعني طاعة، وفي الآية بتاعت الراجل بنشوز حاجة تانية؟ مين قال كده؟ النشوز هنا هو هنا. طبعا. حلو كده؟ وبالتالي هقدم رأي مختلف شوية. لو احنا عاوزين نعرف معنى كلمة نشوز نجيب كل الآيات اللي فيها جذر نشازا عشان نفهم المعنى عامل ازاي. فتلاقي في آية في القرآن بتقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. هي العظام بتاعت الحمار كانت تحللت وبقت يعني خلاص تحللت وبعدت، فانظر إلى العظام كيف ننشزها، يا معناها كأن في حاجة بتقرب وبتتجمع. هتلاقي في آية تانية بتتكلم في المساجد مثلا، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل لكم انشزوا فانشزوا. يبقى النشوز هنا فيه تجميع والتصاق وقرب. يبقى الآيات اللي بتتكلم عن النشوز بتقول إيه بقى؟ اللي خايف إن مراته تفضل لازقة فيه وناشزة فيه مش عايزة تسيبه يبعد عنها شوية عشان تخف، تتعود تبعديش بعيد عنه شويه، لان دي حاله نفسيه بتحصل في بعض الزوجات والازواج برضو. انها هي ممكن هي كانها نكد يعني، هو اللزقه دي نكد. لا احنا ما هي هتجيب نكد ايه؟ يعني ايوه بيتخنق، بيحصل لخبطه. بيتخنق طبعا، وده مش صح. المفروض ان انا اكون مدرك ايه ان انا حاله الزواج دي امر ديني ربنا امرنا بيه عشان يساعدنا في رسالتنا في الارض. اللي بيحصل بقى ان انا لما انسى رسالتي في الارض وانسى الهي بحول الجواز لي انا. انا عاوز اخد اكبر كميه ممكنه من الاستفاده وانسى الدنيا وانسى حياتي واكرس كل عمري للزوج ده او للزوجه دي، وده غلط. فربنا حتى كمان ما قالش ان نشزت، قال واللاتي تخاف، انت خايف يحصل لها حاله انها لازقه فيك دي. يعني انا اذكر مره قابلتني حاله طلاق حصلت تاني يوم جواز. تاني يوم جواز ما لحقش تلزق فيه. اللي حصل ان بالليل هما نايمين وهي واخداها في حضنها. حلو كده؟ الزوجه. فخلاص فتره الخطوبه؟ لا هما اتجوزوا خلاص. طلاق تاني يوم جواز. ما انا هكمل بقى. ما لحقوش. واخداها في حضنها. طب خلاص يا حبيبتي انا بحبك والله. وبعد كده 5 دقايق طب انا عايز اتقلب. انت ما بتحبنيش يا بنتي، والله العظيم بحبك تعالي. وبعد كده عاوز يتقلب ينام بقى احد معيطه. يا بنتي في ايه؟ انت ما بتحبنيش. بحبكيش ليه؟ والله العظيم بحبك بس عايز انام. لا خدني في حضنك ونام. يا بنتي طب انا طب حتى نتعود، حتى انا متعود طول حياتي بنام كده يعني واخد السرير ملعب يعني، طب بالراحه اتعود شويه. المهم اللي حصل اللي زود المشكله طبعا مش دي اللي عملت المشكله، الجواز الطلاق دايما بيسعى تكه. ايوه. اللي حصل بقى انا قعدت تعيط 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 وراحت متصله بناس قرايبها وحكى لهم اللي حصل. اتجنن بقى يعني، هتحكي اللي بيحصل بينا في البيت ولا ايه؟ راح مطلقها تاني يوم. طبعا. معايا؟ فدي حاله نشوز. بس هي دي مش سويه اكيد. ما نفسيا فيها مشكله. الحاله دي بتكون حاله دي عندها مشكله. الانسان عايش انا بشحن طاقتي من الشخص ده. عشان كده نقدر نقول حته نفسيه بسيطه متعلقه بالطاقه. تعرفي المعيار اللي انت بيه في الحاله دي صح ولا غلط، انك لما يكون بعيد عنك بتفقدي حاله التوازن
يبقى انت في حاله نشوز او شح عندك للنفس. مشكله عندك مشكله عندك لازم مشكلة. تبقى تعملي وصله كده بحاجه فيها قيمه طبيعيه ورساله في الحياه عشان تشحنك اكتر تخفف حاله الشح ده. وكذلك الراجل، في بعض الرجاله لازق في مراته وعايش معاها طول النهار والعلاقه الحقيقيه مرتين تلاته اربعه في اليوم لما جننها، ده برضو حاله نشوز معايا. فكلمه النشوز هنا في الايه دي من وجهه نظري، من وجهة نظر بعض الناس تانيين برضو أو رأي تاني مخالف شوية لرأي القديم، إن هي حالة القرب الزيادة الزائد عن الحد اللي بيعمل نفور بينفر للطرف الآخر طبعا. وبالتالي ربنا قال لنا بقى نعمل خطوات تدريجية علشان نعمل التوازن ده ويقدر كل طرف يعيش في حالة توازن طبيعي بعيد عن الطرف الآخر. طيب ناخد رانيا. أهلا بيك. أيوة يا رانيا. ألو ألو. ايوه حبيبتي اتفضلي سؤالك. ايوه انا متجوزه بقالي سنتين. رانيا انا علي صوتك كده. انا متجوزه بقالي سنتين. تمام تمام. وانا لسه مفيش اطفال يعني كده، عندي وبعض جوزي بينزل شغله فتره طويله فعندي فراغ جامد قوي، ده بيخليني انكد عليه شويه، ف يعني بضايقه كتير، هو بيحبني وانا بحبه كويس كل حاجه بس دايما مشاكل على اكثر حاجات يعني. طيب رانيا بتبقي دايما قاعده في حاله انتظار صح؟ اه طبعا، انا بس ان انا يعني ما ببقاش مبسوطه لما يرجع. حاضر هقول لك تعملي ايه. يعني انتوا الاثنين بتحبوا بعض ولكن الحاله اللي انت فيها دي بتخليكي تعملي حاجات تعمل بينكم مشاكل يعني بتخلي الحب حتى مش عارفين تستمتعوا بيه صح كده؟ حاضر هقول لك تعملي. حاضر ماشي يا رانيا حبيبه قلبي، ربنا يهدي الحال والدكتور احمد هيجاوب عليكي. الزوجات تمسك ورقه وقلم عشان هقول معلومات مهمه كده تكتبوها وتعملوها عملي بعدين ان شاء الله. طب هايل، هاتوا بقى في الفاصل، احنا رايحين فاصل، في الفاصل بقى هاتوا ورقه وقلم وارجعوا اقعدوا تاني اسمعوا دكتور احمد هيقول لكم ايه بعد الفاصل. أقول لك يا دكتور كده السؤال اللي حطيناه النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك، إنه طبعا المرأة عاطفية وجوزها لما بينشغل عنها كده وينساها في دوامة الشغل والحياة بتبقى طبعا من جواها عندها نقص عاطفي واحتياج عاطفي بتدور عليه عند بقى اللي حواليها سواء عيلتها ولادها صحابها، وأحيانا في الفترة دي ممكن يظهر في حياتها شخص مثلا يستغل احتياجها ده. تفتكروا في الوضع ده الزوج وإن الزوج بعيد ومشغول هي تعمل إيه وجوزها يعمل إيه؟ هقول لك شوية كده من الإجابات. مثلا نورهان بتقول إن الزواج دي يعني شركة في كل حاجة لازم يقسموها مع بعض وتقرب منه وتشوف أسباب انشغاله. في مثلا إيمان بتقول أمال يعني بستغرب يعني نقول إيه للستات وزوجات الزمن اللي فات ما كانش فيه كل التكنولوجيا دي وكانوا يعني عايشين، دلوقتي فيه ممكن تروح دروس دين تشوف مواهب عند ولادها تروح حفظ قرآن ولا تجيب لهم حد وكده. محمد بيقول لازم يكون عندها قوة شخصية وثقة بالله وتقنع جوزها إن ده ما ينفعش. عزة الست أصلا كمان بتكون مشغولة في البيت والولاد وده يحصل للستات اللي إيمانهم ضعيف وبعيدة عن ربنا. أم لارين أرفض غياب الزوج الدائم خصوصا اللي بيسافروا، جوزي لما جاله سفر قلت له مش هينفع يا نسافر سوا يا تقعد معايا، ما ينفعش أبقى متجوزة مع إيقاف في التنفيذ. مروة هو الزوج لو دخلها في كل مشاكله هيبقوا طول البعض بيتصلوا بعض وبيحكوا بيتكلموا في المواضيع دي. روضة أعوذ بالله من الشيطان المتمثل في إنسان، والمفروض المرأة تكون راضية بحياتها. ما يتقرب منه تحاول تتكلم معاه تقول له لو عندك مشاكل احكي لي ممكن أساعدك. بسنت تقول بصراحة معنى أنه مشغول بس ده مش معناه أن يكون فيه مبرر لظهور شخص آخر أبدا. في نغم بتقول هي دي مشكلتي بالظبط مع جوزي وفي خلاف دايم ويقول لي بتفضلي اهلك عني واحنا متخانقين لدرجه الطلاق وهو مش فاهم ولا عارف يعني ايه احتياج عاطفي اصلا. طيب وانا بس دايما بنصح الناس كده خليني اشد الزوج والزوجه من ودنهم ان انا ما ينفعش اكون مستني
علشان اعرف اتعامل ازاي مع زوجتي عشان حلقه تيجي في التلفزيون، مش ملاحقين حتى نجمع معلومات بسرعه، الوقت بيجري بينا. فلازم تعلموا تقروا، في كورسات كتير في كل حته دلوقتي ازاي تخلي حياتنا الزوجيه جنه. بنتكلم في التفاصيل ممله جدا في ممكن 20 30 ساعه، ازاي كل واحد يعرف سمات شخصيه الاخر ويتعاملوا مع بعض بحيث يكون مشبع وفي كامل الراحه النفسيه. فانا هنا هقول سريعا كده بعض الخطوات العمليه للاثنين. اول حاجه، الزوج لازم تكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى خالق لكل هدف على وجه الارض طرق سهله جدا. في قاعده اسمها قاعده باريتو، القاعده دي بتقول 20-80. ده عالم من غير ما اقول قصتها بقى اكتشف ان الناس كلها في الحياه واقعين في القاعده دي. مثال، لقى مثلا ان 20% من سكان الدوله بيمتلكوا 80% من الاراضي، و80% من السكان بيمتلكوا 20% من الاراضي، لقاها في كذا دوله. فبص تاني لقى لو في شركه عندها منتجات بتبيع، لقى 20% من المنتجات هي اللي بتدخل 80% من الارباح، و80% من باقي المنتجات بتدخل بس 20% من الارباح. بدا يدرس اكتر، لقى على المستوى الشخصي لو فتحنا الدولاب هتلاقي 20% من الملابس بتلبسها 80% من الوقت، و80% من الملابس مركونه بتلبس 20% من الوقت. صح. لقى بقى الاروع من كده ان في ناس بتبذل 20% جهد وتحقق 80% نتائج، ولقى ناس تانية بتحقق 80 بتعمل 80% جهد وتحقق 20% نتائج. صح. حلو كده. فاقروا عن قاعده باريتو، فيها حاجات عمليه كتير ازاي تخلي نفسك تشتغل 20% جهد وتدخل 80% نتائج. لان اللي بيكون مسحول طول اليوم مشغول ده بيكون شغال بقاعده بالعكس، شغال 80% جهد وبرضه مش محقق اللي هو عايزه. أيوه. وبياخد 20% نتائج. ده نصيحه للزوج سريعه كده. وتعلموا يا ازواج، في والله العظيم دلوقتي كورسات في كل حته ازاي تخلي نفسك عندك حريه ماليه، ازاي تكسب اسرع، ازاي تبقى مبدع في افكارك، ازاي تشتغل في حاجات غير مسبوقه. انسى السيستم القديم. الغرب دلوقتي شوف كل الشباب اللي ممكن يبقى اصغر منك ب 20 سنه و10 سنين و30 سنه، عمل افكار بسيطه زي فيسبوك، زي جوجل، زي انستغرام، وبقوا عندهم مليارات افكار بسيطه بحاجات جميله جدا وعرف يكسب بيها لما اشتغل بحاجه غير مسبوقه. فالكون لازال فيه وفره، ولازال فيه 99% من الطرق لم يتم استغلالها للمكاسب وللرزق، ولكن انت حاصر نفسك في افكار قد تكون ماخوذه من الاباء والاجداد ولسه حاصر نفسك فيها. ده بالنسبة للزوج. يعني الطبيعي للزوج، وهقول لك حتة كده تشوقك شوية، الطبيعي انك ممكن تكون بتشتغل اسبوع او اسبوعين او ثلاث ايام في الاسبوع والثلاث ايام والاربعة الباقيين رايق. ده الطبيعي اللي شغال، اللي ماشي بمنهج الصح ممكن يشتغل اسبوع ولا اتنين في الاسبوع في الشهر واسبوعين رايق مستمتع عايش مع عيلته وعايش حياته سعيد. اللي ماشي غلط هو اللي طول حياته في الشغل ومش ملاحق لما يبدا بقى يستهلك وينهك وينهك ويتعب يبدا يفوق لعيلته ولاسرته والاهله. دي نصيحة. النصيحة التانية، بعض الناس بتستنى لما تروق عشان او لما تفضى عشان تروح تروق وتستمتع. فانا بقول لهم ده منهج غلط، بقول له دايما مستني بقالك قد ايه. الصح ان انت تخلق تظبط يوم كامل كده في وسط زحمة الشغل عشان تروق وتستمتع، لانك لما تروق وتكون مستمتع بيكون طاقتك في حالة استرخاء، الافكار السلسة السهلة اللي فيها استرخاء هي اللي هتجيلك. طول ما انت متوتر الافكار اللي هتجيلك من نوع التوتر هتزود لك توتر اكتر. فبقول للناس دايما النصيحة التانية، اهجم على المشاكل بالراحة والروقان عشان تعرف تحلها، مش استنى ما المشاكل تختفي عشان تبقى رايق. ده للازواج. للزوجة بقى ورا وقلم سريعا كده. أيوة. واحد، اعرفي ان اكبر حاجة بتشحن النفس هي القيم. من ضمن اعلى القيم عند الزوجات العطاء، وبالتالي القيمة الخفية لانها مستنية الزوج هي قيمة العطاء، عايزة تعيش في عطاء حب وعطاء مشاعر وكلام جميل وكلام ايجابي. وبالتالي لو انت زوجك بعيد بتقف في حالة احتياج فبتكوني تحت الصفر، يعني بتكوني سالب 50 سالب 60. فلما يجي الزوج يقعد معاكي ربع ساعة نص ساعة ساعة، الساعة دي بتطلعي من سالب 50 لسالب 30 فتحسي انك فرحانة مع انك سالب. يعني الفرحة دي فيك لانها هي النسبة من سالب 60 لسالب 30. أوه. يوم يمشي تنزلي تاني. لو انا عشان بتعامل عشان ما عليتش اصلا للطبيعي. أيوة. لو انا بتعامل في اي حاجة فيها عطاء وعطاء بسيط، ان شاء الله ابتسامة، ان شاء الله حاجة فيها معلومات، حاجة فيها عطاء لأولادي، انا مستنية لما جوزي يجي عشان اديله حالة من العطاء الجميل كده. هو اكيد تعبان فانا هخليه في قمة الارتياح، بس اكون بعمل العمل ده بنية عطاء. يوم ايه اللي يحصل؟ لو جه قعد معاكي خمس دقايق الشحنة اللي هتاخديها
بعشرين ساعة من قبل كده. فهتبقى الكيف مش الكم. الشحنة اللي هتاخدها هتبقى في قمة، هتكفيها أسبوع كامل من إنه يكون مشغول ومش فاضي. لو أنا شغال عطاء، إن أنا بأشبع نفسي بقيمة العطاء. الحاجة التانية، هتجيب ورقة وقلم تهتم بنفسها شوية. يعني كفاية إن أنا عايشة عشان ولادي، عايشة عشان زوجي، لأ عايشة مبدأ وين وين بتاعت الحلقة اللي فاتت. أيوة. مفيش تضحية، عايشة مبدأ وين وين، أنتي ثم الآخرين. هاتي ورقة وقلم ورجعي وقعدي مع نفسك إن شاء الله ساعة أو اتنين، واكتبي إيه الحاجات اللي كانت زمان بتخليني مستمتعة ورايقة، واكتبي عشرين حاجة. في الأول هتقولي إيه ده مش فاكرة مش لاقي، دوري اكتبي اعصري دماغك اقعدي كده، لان دي حاجه مهمه في حياتك الفتره الجايه. 20 حاجه بتخليكي رايقه وسعيده ومستمتعه وبتشحنك. بعد ما تكتبي ال20 هتعملي ايه بقى؟ تبداي تطلعي اعلى خمس حاجات بتخليكي مستمتعه. شطبي على، بصي دي اعلى ولا دي؟ اللي فوق اعلى، اشطبي اللي تحت. يلا دي ولا دي؟ دي اعلى، اشطبي اللي تحت. شطبي 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 لغايه ما تبقي خمسه هم اعلى حاجه بيخليكم مستمتعه. لما تطلعي خمسة وأنا كاتبة كمان 15 غير اللي كتبتيهم قبل كده، طلعي عشان يطلع العمق اللي مستخبي. لأن لما كل ما كتبنا أكتر كل ما في العمق طلع، وبالتالي هبدأ أستكشف إيه اللي بيخليني مستمتعة. لأن دلوقتي أصبح الستات لما نقول لها خلي بالك من نفسك، اهتمي بنفسك، يبقى أروح أعمل شوبينج، أروح الكوافير، يا بنتي مش كده، في 50,000 حاجة تانية حلوة، مش كده، ما تبقيش ماشيه زي ما الناس ماشيه زيهم. زي ما صاحبتي عملت انا اعمل. انت ليكي حاجات تانية ممكن تكون انت بتستمتعي لو عملتي تريكو مثلا، تبقي انت وانت قاعده تشتغلي في قمه الراحه والاستمتاع بتشحني. وبالتالي يبقى رقم 2 ابدا افكر ايه الحاجه اللي بتخليني مستمتعه عشان اعملها. رقم 3 اقري دايما في سيكولوجيه المراه، اقري في ازاي احط اهداف في حياتي، اقري في ازاي ابقى عندي رساله وبسعى لتحقيقها، اقري في ازاي الحب نكون عندنا حاله حب بين الطرفين. القرايه دايما بتعمل قيمه لقيمه العلم، وبالتالي بتشحن شحنه رهيبه جدا علشان تخلي الانسان عنده توازن. الحاجه اللي بعد كده اعملي، يعني هقولها ازاي، لو انا مثلا قررت يعني جمعت الناس اللي صديقاتي او اللي اعرفهم وصحباتي، وبدانا نعمل زي مجموعه او جروب على الانترنت او مجموعه على الواتساب مثلا او على الموبايل او حتى قعدات، القعدات الستاتيه دي كل واحده تفكر في فكره عملتها عشان تكون رايقه، هتطلعوا كميه افكار مجنونه وتجربوها. يعني المهم يكون حاجه عمليه، بدل ما نقعد نتجمع جوزي بيعمل كذا، يا حبيبتي تصدقي وانا كمان ومطلع عيني، وتبقى قاعده كلها نم وسب وقذف والكلام ده. لا، نبقى قاعده كلها برين ستورمنج، تجميع افكار عشان نبقى سعده وازاي نشبع نفسنا. بس في حته مهمه بقى، احذري انك تقومي قايله لا بقى انا هستغنى وهسيبه وهبقى لوحدي وخلاص. هنا بقت أنانية. لا، أنا بحاول أشبع نفسي عشان أبقى معدية الصفر، أبقى فوق في البلس أو في الموجب، وبالتالي لما أكون معاه أقدر يبقى زيادة فنمتع بعض إحنا الاثنين. وبالتالي هتلاقوا فجأة لو عملتي كده، الزوجة اللي هتعمل كده هتلاقي فجأة جوزك بدأ يهتم بيكي، بدأ يقولك كلام حلو، بدأ حضنه أو كلمته الحلوة هتقول لي حضن، حضن، هتلاقي طلع فجأة معاه. وهتلاقي حتى الملمس الـ 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 أو الكلام بقى وقعه بيشحن أعلى 1000 مرة من زمان، وبيخليكي تشبعي بمنتهى السرعة وبمنتهى القوة. دي حاجات بسيطة كده، لكن اقروا، في كلام كتير مش لاحق أقوله والله. احنا يا دكتور هنشوف دلوقتي، احنا يا دكتور عاملين مع مشاهدينا على الفيسبوك كده تقرير نشوفه ونرجع نعلق عليه قبل الحلقة ما تخلص. خلاص إن شاء الله. جوزي دايما مشغول، ومن هنا بتبدأ المشكلة. بسبب ضغوط الحياة اليومية، الزوج اللي بيشتغل شغلانة واحدة ما بقتش بتكفي، فبيضطر انه يشتغل شغلانتين وممكن تلاتة، وده طبعا بيجي بطريقة عكسية على مراته اللي قاعدة في البيت. هو بيشتغل وبيتعب علشان مراته وولاده، لكن في نفس الوقت فين حقها لما تكون محتاجاله؟ علشان كده فكرنا إننا نشارك جمهورنا على صفحة البرنامج ونسألهم إزاي بتتعامل المرأة مع حالة الاحتياج والوحدة في حالة انشغال الزوج الدائم من أجل متطلبات الحياة. جالنا إجابات كتير جداً، وحاولنا على قد ما نقدر إننا نتفاعل مع الإجابات دي. على سبيل المثال، حورية اللي قالت إنها تشغل نفسها بأولادها وطلباتهم، وأمان اللي علقت تعليق صعب قوي وقالت مفيش حل، الوحدة والاحتياج هيقتلوها مع الوقت
ولما سألناها طب ليه ما تتكلمش مع جوزها أن يدي وقت للبيت، فردت وقالت إن الزوج هو اللي محتاج الزوجة مش العكس. ولما لقينا ردود الفعل كلها إن الزوجة لازم تستحمل علشان الحياة وإن جوزها بيعمل ده علشانها، سألنا طب إيه أهم، الفلوس ولا الزوج؟ وكان الرد من صابرين إن وجود الزوج مهم جداً، وإن الفلوس لو كانت أهم كانت عوضت غيابه والإحساس بالاحتياج ليه. ودودي اللي قالت طب هتعمل إيه؟ هل جوزها هيسيب الشغل علشان يكون جنبها؟ لازم يكون في تضحية متبادلة. وكان التعليق المفاجأة من توتا توتا اللي قالت إنها هتملي الفراغ ده بإنها تاكل شوكولاتة. وكان في رد صريح من آية اللي قالت لازم تتكلم معاه علشان يخصص لها وقت رغم إنه المفروض يحس بيها من نفسه. كانت معظم الإجابات نظرية زي أشغل نفسي وأشتغل، زي ما قالت سارة ورانيا وروكا وروان ورانين وغيرهم كتير. لكن السؤال هل مفيش أمل إن الزوج يدي وقت لبيته؟ دكتور أحمد، سمعت كده شوية من إجابات مشاهدينا مبارح على الفيسبوك، رأيك إيه؟ رأيي إن إحنا نبعد عن الكم ونركز في الكيف. يعني إحنا الناس فاكرة إن لو الزوج أخذ زوجته في حضنه مثلا، وناس بتستغرب من الكلمة دي، إن أنا ده حاجة للزوجة. ولكن في دراسات كتير معمولة إن أقل حاجة في اليوم إن هما الاتنين ياخدوا بعض بالحضن 3 مرات أقل حاجة، وده بيحافظ على الزوج من التوتر والضغط والسكر والقلب. فعلاً؟ تخيلي يعني لو هو متوتر وعنده ضغطة شغل رهيبة جدا، لو رجع قالها بقولك انت وحشاني وخدها في حضنه كده، والاتنين بس فضلوا ساكتين لمدة نص دقيقة ولا سمعوا حاجة هادية كده، بس نص دقيقة، دقيقة واحدة، شوفوا اللي هيحصل. صعبة دي؟ صعبة صعبة؟ والله انت حرين بقى. المشكلة معلش اللي شايفها صعبة وطبعا انا برضو خليني اكون صادق ان الرجاله دايما هم اللي شايفين الكلام ده صعب، ده بيكون كبر للاسف. يعني او انا يعني هبقى هنرجع للمراهقين والكلام، يا ابني ده والله العظيم انت انا بحبك وفي نفس الوقت انا خايف عليك ولمصلحتك. لو انت تعرف ان الدقيقه اللي قاعد فيها في حضن مراتك دي وبتطبطب عليها وعايش في حاله كده بتشبعها وبتشحنها، ده بتاخد عليه ثواب عند ربنا أروع من كل ساعات الشغل اللي انت عملتها لا تتخيله. ولو عرفت بقى ان طاقتك هتتظبط بمنتهى السرعة وطاقتها هي كمان، فهتوفر لك أفكار ممكن تنقذك من اللي انت فيه، هتحمد ربنا 1000 مرة وهتجري بسرعة تعمل حاجة زي كده. لأن المفروض ان انا عارف ان ليا طالما هي زوجتي فهي ليها حق عليا، زي ما أولادي ليهم حق، زي ما نفسي ليها حق، زي ما جسدي له حق معايا. وبالتالي اجتماع حق الجسد مع حق النفس مع حق الزوجة بيجي في الحضن. فانت حققت 3 حقوق ربنا يحاسبك عليهم يوم القيامة. ممكن تكون بتيجي على نفسك لأنك عندك أفكار والدنيا بايظة والدنيا صعبة، وأنا بعتبر ده أحد الأصنام الكبيرة في الحياة، إن أنا مدخل الدنيا شريك مع ربنا. وبالتالي نعرفش ان في شباب دلوقتي لو دخلنا على الفيسبوك وشفنا بعض الشباب الناجحين، في شباب جالهم افكار سهله جدا. بس انا اعرف ولد قعد مره يعمل سيرش كده على الناس عايزه ايه في مصر، فلقى القطن المصري والحاجات المصريه ليها طلبات بره جدا يعني. راح واخد كورس ازاي يعمل تسويق على الانترنت، وراح داخل على موقع مشهور جدا اسمه ايباي، وبدا يبيع، ينزل على المحلات بتاعه مصانع القطن والمخدات والملايات السراير والفوط القطن والكلام ده وفوط المطبخ، ووصلت لدرجه ان هو كان بيشتري مثلا الحاجه ب 100 جنيه يبيعها ب 100 دولار معايا، كان بيحط رقم مصري بالدولار. حلو كده، وصل ان دخله بقى عالي جدا جدا، راح سايب شغله ومشغل مراته معاه وهي بقت فاهمه في القطنيات والكلام ده كله، وعملوا الاثنين بيزنس مع بعض وبقوا في قمه السعاده وفي منتهى السهوله. فافكار الرزق رهيبه جدا، بس ادي الحقوق يوم ربنا يدي لك. مش ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ الرزق في السماء في شكل افكار، اللي بيخلي طاقته مرتاحة وطاقة اللي حواليه مرتاحة بينهل من هذه الأفكار للاتنين، وكلام للاتنين. بشكرك جدا يا دكتور، وإن شاء الله المشاهدين يعملوا النصايح دي. يلا نعمل حمل الأحضان بالأحضان بالأحضان 3 مرات في اليوم. وعلى فكرة والحضن من غير كلام، يعني حضن دقيقة كاملة مع موسيقى هادية كده وجربوا بعد أسبوع اللي هيحصل. حضن صامت. حضن صامت. تمام. بشكرك جدا يا دكتور، وإن شاء الله المشاهدين يعملوا الحضن الصامت وحياتهم تتغير.
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.